صباح الخير والأمل والسعادة، صباح كل حاجة حلوة يا رب دايما نقابلها في حياتنا، صباح جديد ويوم جديد مع مصر جميلة إن شاء الله يا رب دايما أيامنا تكون مفيدة وممتعة. دايما متعودين مع حضراتكم من خلال مصر جميلة إن احنا بنناقش العديد من الموضوعات المهمة اللي بتخص المواطن المصري، وبنركز دايما على الأشياء الإيجابية في حياتنا، وده مش معناه زي ما بنوه وزي ما بنقول في كل حلقاتنا معايا ومع كل الزملاء في مصر جميلة، بنقول إن احنا عندنا مشكلات ونقول إن احنا عندنا سلبيات، لكن مطلوب ان احنا نواجهها ومطلوب ان احنا نقلل منها بشكل كبير جدا. بنحاول دايما ان احنا ناخد طاقة ايجابية نواجه بيها كل مشكلاتنا ونواجه بيها كل سلبياتنا. دي مش مجرد يعني شيء معين بنحاول فيه، ولكن دي رسالة بنحاول دايما نقدمها من خلال مصر جميلة. مسؤوليتنا تجاه المواطن المصري ان احنا بنشعر بكل آلامه وبنشعر بكل مشكلاته، لكن في نفس الوقت لابد ان احنا نديله طاقة امل وطاقة ايجابية علشان يقدر ان هو يواجه كل المشكلات دي في ظل ظروف معاناة كلنا عايشينها، كلنا حاسين بيها وكلنا بنواجهها. علشان كده يمكن من خلال مصر جميلة ومن خلال برامج التلفزيون المصري تحديدا بنحاول ان احنا نقول يعني في تواصل كبير جدا مع المواطن المصري. مسؤولية الكلمة اللي دايما بنتحملها ودايما بنحاول ان احنا نكون قد المسؤولية دي، بيكون لينا معايير معينة في مناقشة كل موضوعاتنا، بيكون لينا دايما هدف من كل برنامج وكل قيمة بنقدمها. ربما في بعض الأحيان بنواجه بعض الانتقادات، ولكن في النهاية مسؤولية الكلمة مسؤولية بيشعر بيها كل إعلامي بيعمل في مبنى ماسبيرو. يمكن النهاردة حبيت أن أنا أبدأ مع حضراتكم البداية دي، لأننا زي ما بنقول دايما أن ماسبيرو بيعبر عن آراء المواطن المصري، بيحاول أن هو يصل بيها إلى المسؤول علشان نقدر أن احنا نتخذ القرارات السليمة. في بعض الأحيان بنواجه بعض الانتقادات، وزي ما بنقول دايما شأننا شأن كل مؤسسات الدولة، عندنا مشكلات لابد أن احنا نقف عندها ولابد أن احنا نعيد ترتيب أوراقنا فيها، لكن في نفس الوقت عندنا الإمكانيات، وزي ما مصر ربنا سبحانه وتعالى وهبها كل الموارد سواء كانت موارد طبيعية أو موارد بشرية، كمان ماسبيرو نموذج لمصر، نموذج لكل الإمكانيات البشرية اللي موجودة فيه، القادرة على العطاء والقادرة على المواجهة. ربما البعض بيتساءل عن كل الكلام ده، لكن الكلام ده هدفه واحد بس، هدفه يظهر أن ماسبيرو هو بالفعل اللي بيعبر عن المواطن بمختلف الفئات، المواطن البسيط جدا والمواطن المقتدر جدا، لكن في النهاية احنا حلقة وصل بتعبر عن الغالبية العظمى من الشعب المصري اللي لا يمكن أبدا إننا نغفل المعاناة اللي بيعانيها، لكن في نفس الوقت من حقه علينا إن احنا نديله طاقة أمل إيجابية تظهر كل الأشياء الجميلة اللي بياخد منها وبيستمد منها طاقة عشان يواجه كل التحديات. على فكرة ده مش مجرد كلام، لكن ده حتى بيتم إثباته من خلال الموضوعات اللي بنناقشها في مصر جميلة ومن خلال النماذج اللي بنقدمها. يعني النهاردة لما بتكلم عن تنشيط السياحة وعن المقاومات الخاصة بينا، بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت قبل كده وهبنا موارد كتيرة جدا سواء كانت موارد طبيعية أو موارد بشرية. هل احنا بنستغل الإمكانيات دي بطريقة تقدر تحقق العائد منها؟ هل قطاع السياحة أصبح الآن بيمتلك أدواته بشكل جيد، خاصة أنه بيعاني منذ فترات طويلة؟ بالتأكيد احنا في احتياج إلى خطوات جادة لتنشيط السياحة ولتسويقها بفكر سليم. ده نموذج كمان من النماذج اللي محتاجين أن احنا نغير الأفكار فيها بشكل كبير. علشان كده ده هيكون من إحدى الفقرات اللي هنقدمها مع حضراتكم النهاردة، نشوف ايه الجديد في تنشيط السياحة، ازاي ان احنا نقدر نستثمر كل مكان وكل بقعة ارض في مصر بحيث انها تكون عنصر جاذب للسائحين من مختلف دول العالم، خصوصا ان احنا بالفعل بنمتلك المقومات الخاصة بالجذب السياحي. ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا. موضوعنا التاني اللي بنناقشه مع حضراتكم النهاردة هو خاص ايضا بالاعلام وخاص بصورة مصر امام الاخر والدور اللي بتقوم بيه العديد من المؤسسات، سواء كان من خلال الشاشات او من خلال كمان الهيئه العامه للاستعلامات اللي ليها من يعني من المكاتب في مختلف دول العالم، الدور اللي يجب ان هي تقوم بيه. هل بالفعل بتؤدي هذا الدور بشكل ايجابي؟ هل هي في احتياج الى بعض المقومات الخاصه عشان تقدر تكون هي جسر التواصل ما بين المجتمع المصري وما بين الاخر، خصوصا ان احنا في فترات طويله سابقه كنا بنعاني من ان الصوره بيتم نقلها بصوره خاطئه ومن ان بعض
القنوات يعني بتحاول ان هي تنشر اكاذيب، بتحاول ان هي تنشر واقع غير حقيقي. علشان كده النهارده وسائل الاعلام المختلفه، وسائل الاتصال المختلفه عليها مسؤوليه كبيره جدا. مش بنقول انها تجمل الحقيقه، لا بالعكس، احنا عايزين نظهر الحقيقه، لان الحقيقه اللي عندنا بتقول ان مصر قادره على تخطي كل الصعاب اللي موجوده فيها. النهارده هنتكلم مع حضراتكم ايضا عن دور الهيئه العامه للاستعلامات والجديد اللي بتقدمه تجاه المجتمع المصري، وازاي انها بتنقل الصوره للاخر بشكل سليم. ان شاء الله تكون فقرات ممتعه نستفيد منها وناخد منها طاقه ايجابيه تقول ان شاء الله القادم هيكون افضل من الحاضر، خصوصا في ظل كل الظروف اللي كلنا عايشينها. ناخد فاصل ونرجع مع فقرات مصر جميله.